اهلا بحضراتكم مره ثانيه. تعالوا ناخد ترند الاهلي ونشوف ايه اهم واخبار او اهم وابرز الاخبار اللي تتعلق بالفريق قبل مباراه اليوم. كل تقريبا بيتوقع تشكيل النادي الاهلي للماتش. كوره بلس نبتدي بيهم من خلال حسابه على فيسبوك. محمد الشناوي حارسا وحسام حسن يقود الهجوم، وبيقولوا التشكيل المتوقع نزل محمد الشناوي. الشناوي جاهز يا جماعه ان شاء الله ان هو يخوض المباراه، لكن برده ممكن يكون في رؤيه مختلفه للجهاز الفني ان يتم اراحته بعد الكدمه القويه اللي تعرض ليها في مباراه المقصه. لكن حتى الان الشناوي موجود في حراسه المرمى، ايمن اشرف، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، وعلي معلول في خط الدفاع، حمدي فتحي، اليو ديان، كريم فؤاد، افشه، حسام حسن، احمد عبد القادر. في اعتقادي يعني الشكل الاقرب او الطريقه الاقرب هيلعب بيها النادي الاهلي هي 3-4-3، وزي ما هنا برضو يلا كره بياكدوا في الجزئيه دي ان في مفاضله بين الشناوي ولطفي. هننتظر ونشوف التشكيل الرسمي، لكن هنا التشكيل المتوقع الشناوي او علي لطفي في خط الدفاع، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه. في نص الملعب حمدي فتحي، اليو ديانج، علي معلول، وكريم فؤاد، وثلاثي المقدمه كل من احمد عبد القادر وقفشه وحسام حسن. والله يا جماعه ما تيجي تبص على الاسماء، ها اسماء تقيله، عندنا لعيبه كويسه جدا، ده غير الناس المصابه. هي القصه حاليا هي ازمه ثقه في رايي بيمر بيها لعيبه النادي الاهلي. بمجرد ما يعني ماتش يتلعب بشكل كويس كده ويكون مرضي هتلاقي الدنيا قرت بعد كده، انتصارات واداء جيد ونتائج جيده باذن الله تعالى. يعني فخلينا نثق في فرقتنا بشكل اكبر من كده، وهنا الدور الاكبر طبعا على اهم لاعب في النادي الاهلي هو جمهور النادي الاهلي. نروح ليلا كوره، حسام على فيسبوك وبيتكلموا على ان موقف سواريش من ريان ومرحله ما بعد بانون. بدر بانون خلاص هيرحل ل او رحل يعني يعتبر خلاص لقطر القطري بعد نجاح المفاوضات وبعد رغبه اللاعب نفسه في الرحيل لظروف خاصه. فبالتالي هنا بيتكلموا على ان سواريش طلب ان احمد ياسر ريان يشارك في التدريبات. هو فعلا بيشارك في التدريبات مع الفريق رغم ان هو ما ينفعش يلعب اي مباراه حاليا، لكن ربما يكون موجود مع الفرقه في بدايه الموسم الجديد. سواريش يعني قرر ان هو يشوف احمد ياسر ريان قدام عينه في الملعب ويحكم عليه وبعد كده يقيم وبعد كده ياخد القرار، وسواء باستمرار احمد ياسر ريان او يخرج على سبيل الاعاره. اما فيما يتعلق بما بعد بانون، الاهلي عنده مدافعين كويسين لكن عايز يدعم ولازم يدعم في كل الاحوال عشان برضه ما نقولش كلام متزوق. الاهلي محتاج تدعيمات قويه جدا، وده اللي هيحصل ومؤكد وبيحصل، فدي جزئيه مهمه جدا. في خط الدفاع ممكن تلاقي تدعيمات، بس اعتقادي الشخصي ان مش هيكون لاعب اجنبي، ممكن تلاقي لاعب محلي جيد موجود. هنا بقول لك يعني ايه قرايه للمشهد، لكن مش بقول لك معلومه، خلي بالك عشان الكلام يبقى واضح يعني. فكل شيء معمول حسابه، بس نعدي بس المرحله دي وهتلاقوا اخبار تفرحكم باذن الله تعالى. خلينا نروح للوطن الرياضي وحسابه على فيسبوك وبيتكلموا على ان في مصدر في الاهلي قال لهم اسباب نفسيه وراء استبعاد بيرسي تاو من المباريات. الراجل شايف طبقا للي مكتوب في الخبر ان هو مش جاهز نفسيا لخوض المباريات دلوقتي، لكن طبيا هو جاهز، ما عندوش اي مشكله طبيه، بدنيا جاهز بشكل في التدريبات بشكل طبيعي، وبنسبه كبيره المباراه القادمه ممكن تلاقوا بيرسي تاو اساسي في التشكيل، من الوارد جدا قدام فاركو يوم الاربعاء على ما اعتقد يعني. فان شاء الله يدعم صفوف الفرقه في المرحله المقبله، لان بصراحه الاهلي محتاج لكل لاعب، كل لاعب موجود في القايمه الاهلي محتاج له بشكل قوي جدا في المرحله دي. سبورتس 360 على تويتر بيتكلم على ارقام حسين الشحات من ساعه ما انضم للنادي الاهلي وان في بصمه واضحه للاعب. وانا عاجبني قوي الحاجات اللي زي دي. ممكن حسين الشحات يكون من اكثر اللاعبين الناس تنتقدهم. ليه بينتقدوهم؟ عشان متوقعين منه افضل من كده، ورغم ذلك ارقام حسين الشحات ايه؟ من اول ما جه موسم 2018 2019 لعب 26 مباراه، ساهم في 10 اهداف بمعدل 6 اهداف و4 اسيست في 26 مباراه، رقم جيد. 19 20 لعب 38 مباراه، 11 هدف و9 اسيست، يعني ساهم في 20 هدف، المعدل بيزيد. 20 20 2021 44 مباراه، 11 هدف و13 اسيست، المعدل في تصاعد. السنه دي 2021 2022 34 مباراه، 7 اهداف و6 اسيست، وهنا عشان تعرض لاصابات مختلفه في فترات كتيره. لكن حسين الشحات قيمه فنيه مهمة جدا جدا للنادي الاهلي. محتاج ان هو يثبت على مستوى العالي، ما يبقاش فيه اهتزاز، لكن هو لعيب كبير طبعا، لعيب كبير، شخصية قوية جدا في الملعب، شخصية قوية، عنده مهارات، عنده حلول، عنده بدليل البطولات الكتير اللي جابها مع الفرقة. ف
فنتمنى باذن الله عودته بالسلامه الاول بعد الجراحه اللي عملها في الركبه، وان شاء الله باذن الله يعود لمستواه المعهود. اخر خبر معايا في ترند الاهلي هو ايضا بيتعلق بحسين الشحات، وده من خلال مبتدا وحسابهم على تويتر بيقولوا احاله ملف حسين الشحات الى سواريش بعد طلب ضم عناصر بمواصفات خاصه بمركز الجناح. بصوا يا جماعه، الاخبار اللي زي دي بيبقى ايه؟ بتبقى عباره عن اخبار استنتاجيه، اللي هو الراجل اكيد بيدور على اجنحه، والاهلي محتاج اجنحه برضه. الاهلي اهو انا بقول لحضراتكم محتاج اجنحه، تمام، وهيجيب اجنحه، ده امر مؤكد. لكن في نفس الوقت حسين الشحات من الاجنحه المميزه، هل انت مثلا عشان تجيب جناح لازم هتمشي حد؟ لا. فدي جزئيه مهمه جدا، الناس بتحاول تتنبأ، تحاول تتوقع، تستنتج، وده او دي سياسه من السياسات اللي بتتعلق بالشغلانه، يعني ما فيهاش اي مشكله خالص، لكن المؤكد ان الامور طبيعيه ومفيش اي مشكله، وهنشوف الامور هتخلص على ايه بخصوص الصفقات والراحلين عن النادي الاهلي، بس مش ده وقته. فاصل سريع بعدين كمان.